يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء دورته 31 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح المحكة بتقديم عروض فنية متنوعة. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، هل لك أن تنقل لنا الأجواء لديك؟ نحييكم من هنا من قلعة صلاح الدين، حيث فعاليات الليلة السادسة من مهرجان محكى القلعة. هذه الليلة الذي أحياها في جزئها الأول الفنان مصطفى شوقي في مشاركته الأولى هنا في فعاليات هذا المهرجان. الآن هي فترة استراحة قصيرة ما بين الجزء الأول والجزء الثاني من هذا اللقاء، من هذه الليلة السادسة. من المقرر في الجزء الثاني أن يصعد على خشبة المسرح الفنان أحمد جمال بأغانيه أيضا الوطنية والرومانسية والعاطفية. وفي هذا الإطار أشير إلى أنه في بداية الحفل وفي بداية الليلة السادسة قامت مجموعة من الفرق الموسيقية الشبابية بعزف مجموعة من الموسيقى التي تمزج ما بين الموسيقى الشرقية والغربية، وهي إحدى الفرق الشبابية الموسيقية الصاعدة. وكان القائمون على فعاليات هذا المهرجان أكدوا أنه سوف يتم إعطاء الفرصة للفرق الشبابية للمشاركة في فعاليات هذا المهرجان العريق الذي تمتد دوراته على 31 دورة. وهناك تجهيزات كبيرة سواء من توفير المقاعد أو الشاشات التي تبدو من خلفي لتوفير الأجواء على المواطنين، فضلا أيضا على توفير مجموعة من السيارات لنقل المواطنين والجمهور من خارج أسوار القلعة إلى داخل المسرح هنا في محكى القلعة. يتواصل هذا اللقاء وبعد قليل يصعد الفنان أحمد جمال. وأشير أيضا إلى أن غدا هناك موعد مهم جدا للجمهور مع فرقة الموسيقى العربية من دار الأوبرا المصرية، والذي ينتظرها أيضا الكثير من جمهور ومن عشاق فعاليات مهرجان محكى القلعة الذي يشارك فيه العديد من الفنانين المصريين والعرب. وأيضا هناك مشاركات من الجمهور سواء من المصريين أو من العرب أو من الأجانب الذين جاءوا خصيصا للاستماع بهذه الأجواء التاريخية والحضارية والثقافية التي تمتزج ما بين الفن والتاريخ هنا في قلعة صلاح الدين. نتابع معكم هذه الفعاليات كل يوم حتى 7 سبتمبر الشهر القادم بإذن الله، وهو موعد الليلة الأخيرة من فعاليات هذا المهرجان. شكرا لكم وعليكم زملائي في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني، شكرا على هذه المتابعة.